الآن بين منطقة. السلام عليكم، كما قلنا ومتابعة لحديثنا متتبعي جريدة قناة شوف تي في، نقول لكم من منطقة إمهران من داخل المغرب العميق، أسعد الله مساءكم. اليوم كان هناك حريق شب في هذا الجبل كما تشاهدون، شهب وكأنها نجوم قد أتتها لربما على ما يزيد على 300 هكتار كما حدثنا أحد ساكنة المنطقة. كما كتشاهدوا إخواني بأن النيران لحد الساعة منذ 9 صباحا لا زالت مستعرة، وما زاد في استعارها هو الرياح. ولولا تدخل رجال الوقاية المدنية الدرك الملكي والاستعانة بطائرتي الكناري كما يسمون، ثلاث حمولات من الماء تم إفراغها على هذه الجبال. وكما تشاهدون لا زال لحد الساعة النيران مستعرة. من الصباح اختي جوي تقريبا 9 ديال النهار. هذه المنطقه راهي معروفه بالارز العالمي في غير باش نعاودوا نصحوا واحد المعلومه، راه ما كاينش الارز تقريبا في هذا الجبل هذا بزاف، كاين الكروش هذا هو اللي خلى باش زاد استعرات شي شويه. وكما شتي راه بشده الثلج الجهه الاخرى، يمكن لك راه الا قلبتي لهذا الشيء كما تنقولوا، الا دورتي لهذا الشيء غادي يبان لك على انه راه كانت شاده حتى لهذا الشيء، ولكن حاصرها بفضل الساكنه، لا بفضل كما تنقولوا المجهودات ديال الناس ديال الساكنه ديال المنطقه، وبالمجهودات ديال رجال الدرك والقوات المساعده حاولوا. وديك تيقولوا ديك الطائره لإطفاء الحرائق، هذوك هما باش استعانوا، هما اللي بحال قلتي حبسوا الزحف ديال النيران. نعم قطعتك انت، حاضر من الصباح هنايا. اييه اشنو تيقولوا ولا شنو سمعتي من الناس؟ لا ما ديال لا الله اعلم، ما كاينش اللي عارف لحد الساعه، ما كاين لحد الساعه ما كاينش اللي غادي ياكد لك، ولا ما كاينش اللي غادي يعطيك شي كلمه، ولا يعطيك شي حاجه مضبوطه على اسباب الحرائق. هاد الحريق واش بامكان السلطات انها تسيطر عليه، او لا الرياح تقدر تدير لشي بلاصه؟ لا الحمد لله راه تمت المحاصره ديالو. تبارك الله على رجال الوقايه المدنيه والسلطات اللي حضرات، يعني جميع الاطياف الامنيه والسلطات حاضرين، ما كاين الدرك الملكي، كاين الجيش الملكي، كاين الوقايه المدنيه، كاينين اعوان السلطه، يعني كما كنشهدوا هذه واحد الطريق. لا هذه واحد الشاحنه ديال القوات المساعده كانت عتق كما تنقولوا نقدات واحد من الانجراف، واحد الشاحنه كانت محمله بالمياه ديال الوقايه المدنيه. يعني كاينه خطوره حتى باش ان خطوره حتى في المسالك حتى الوقايه يوصلوا لهذا، لا كانت لا كاينه صعوبه. حتى الا كون حضرتوا شويه بالنهار، كانت مجموعه ديال ابناء ديال القريه قبل الوصول كاع قبل الوصول كما تنقولوا الناس ديال السلطه، كانوا الناس ديال القبيله تيطفيو، يعني داروا مجهودات كبيره. كاينين رجال كبار انا شفتهم تيضربوا بالشطب، يعني حتى واحد ما تهاون. نعم اختي، السلام عليكم. خويا انت كائب المنطقه، اشنو يمكن لك تقول لنا؟ احنا راه درنا المجهودات، كانت في وتحنا والسلطات راه دارت المجهود، وكلشي راه دار المجهود. يعني حمت السبب العفيته الناتو خدايا؟ لا السبب دابا جات لنا من ديك المنطقه الاخرى، حنا ما عرفناش حتى جينا حتى حنا وتنطفيوها، حنا ما عرفناش من وين جات. تحاولوا ما تخشيم والو؟ والو كنا كنديروا المجهودات وكنطفيو والو. الصباح حنا الصباح متى لقيت الدر عفيت؟ لقاتنا 10:30 دخل اللانش الميدن، انا غادي نزيد في شريط. لا بديك الجهه من 8 8 غادي نزيد. لا تمنيش انا تولمي من الشرفه. ورتسي متى السبب؟ والو حنا جاتنا من ديك الجهه. لا ولا اني انا تلقاو كل مجهود، ولا يعاون اخو زبود، غا زبود مره يعاود يدور، مره يعاود دغيا عاد يعاود وشرقيه هذا غربيه يعاود يقر، حتى يجي نزيد الدا ديك عاد يقر الشرفه. صافي انا قدام تدو المال ناخذ هنا نتعيش، صافي صرفات الله المال النون كلشي يموت. لا لا وري يموت والو المال يموت الشجره، يموت الشجر دونا قدام تستفاد. يعني بغى يقول بان هذا كثير على الغنم، ها هي كثير على الغنم ديالهم، يعني الله يخليك. ربي ما ضاع، لا نتمنى هذا تخسروا العفيتات كما وريتوا القعشه. لا راه داروا المجهود، شوفي داروا المجهود، انا شفتك شي
بنار. الحمد لله. انا شفت داك الشيء بنار، انا راني موثق كاع داك الشيء اللي داروا بنار. لا نتبيش وبريد، لا نتبي 4 متر انا عطري عافي. كنقطعوا قدام العافيه. ونو في شان تراكتورات وعرت مازيت، ونو في شان تراكت، ونو في شان. لقيا انت ساونا. ونو في شان غيعاون، ولا توضا شتي سلعه في مع هذا الديبار، ولا اني مع الاخبار دوينا عاد ميقاتلوا حدانا يديروا ضوا الدخ. سلطات يا المجهود وانت الله يعطيها الصحه. الحمد لله. ولكن ما عطى الله. الحمد لله، هذه خلف ربي ما دار. امين. هذه خلف ربي ما دار. امين يا رب. حبسه. مين انا داخليني ما كنت حبسه. زي الصباح بدي انا انت سكسوي العبيد الناس الصباح المولانا كمان سكسوي. الطهارة العصر كمان سكسوي بزاف. الشخص الجيران سكسوي سي اسوان سكسوي زوين هامس مسلك سميدن بزاف. سخسين مزيان ارسخسين شيران سنداش المنطقة هذه مرهان لا ندون دي بيغلان زوار ياضنين ندون زوان ها وشاري سخسوي دان دي زوار ياضنين راس نتعاون تحددنا دور تزرين غير سي زوار ياضنين لما تيقول لك بان جاو ابناء ضواوير اخرى ضواوير اخرى انا اصلا راه ماشي ولد هاد الدوار ولدي بيغلان مليه ولكن ملي شفنا عاد العافيه من جوا حتى سخسو مع العافيه ندو دار نسخسي العافيه ندو دابا نمسمس راسنا نتعاون تحقق وان مسمس مش وني ادي زريد غوات خمس مس الضعين مساكين هذا ضعيف ما هذا كل غا انصار ايض ما قلا منو فيش الوسائل ومنو فيش غيش الوسائل ان غانا سامشي نخدم قال البوم باش يعطيو لنا نخدم انا كيما نخدم من الصباح لا سعيد وين يلعب يا اختي من الصباح طلعنا ليه النعمه ما طاحش في فمنا من الصباح ملي شفنا هذه العافيه ما رجعناش للديور ديالنا بقينا وسط الغابه من الصباح ما لقيناش باش ندافعوا ما لقيناش غير بالشواقر والفيسان باش خدامين لا اله الا محمد رسول الله عرفتي شحال كلات تما راه الكثار ما عرفتش دابا شي 40 كثار ولا اكثر 40 كثار اللي كلات تما راه دابا راني شادي اسمع شدي من هنا شدي من هذا الجنب هذا كلشي يا كتشاهدوا اخواني يعني راه بحال دوك لي فلام اللي مازالين شاعلين راه على الطواله ديال هذا الجبل زيد 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 حتى اللي راه واحد البلاصه راه مازال ما كتبانلكش يعني خصك تزيدي تطلعي شويه لهذا المرتفع هذا باش يبان لك فين وصلت العافيه فين زادوا حفره حفره ومازال لهاد الجي في لافاس الاخرى دابا الصعوبه ديال الطريق ما خلاتش ما لا والو لا والو دابا مستحيل الوقايه المدنيه لا ما يمكنش لا ما يمكنش ما يمكنش الوقايه المدنيه لا 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 ما يمكنش لا بغيتي تجي خصك تجي من المخلف راه مليح يعني دابا الليل كامل غادي تبقى هكا غير طلبوا الله ينزل السلامه ديالو والوقت ديالو باش السلامه عليكم كريدي غادي تجمع الحوايج نخيا الاتجاه كبيغلان انا نجمع الحوايج نخوش الا ندور لحد دابا انتم ما بقيتوش في ديوركم صافي بقى في ديورها كلشي خارج الكسيبه راه كانت حدا الواد ايوا راه ايوا اش غنديروا الدراري كيبكيو كذا العافيه راه قريبه للدار من الصباح دابا حنا معاهم الله يحط اللباس الله يحط اللباس إذا متتبعينا كما سمعتوا شهادات ديال الناس ديال أبناء المنطقة وأبناء المنطقة المجاورة اللي جاو كلهم عزم وكلهم حماس باش أنهم يتعاونوا يدفعوا هذه العافية هذه لأول مرة كتوقع في الأطلس المتوسط إقليم خنيفرة. الشكر الجزيل للسلطات اللي وكذلك رجال الوقاية المدنية والقوات المساعدة يعني جميع تلاوين ديال السلطات كلها حاضرة هنايا واللي قايمة بالواجب واللي من الصباح هما حاضرين وكيحاولوا يحاوطوا المكان ويدفعوا الحال. فكنتمنوا دعواتكم باش ان هذا الحريق هذا يطفى وعلاش لا ما طيحش حتى الشتاء نطلبوا الله سبحانه وتعالى طيح الشتاء باش يطفى هذا الحريق لان هاد الغابات هادو هما مناش كيتمعشوا الناس من الحطب ديالها وكذلك من 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 الرعي الاغنام ديالهم فكنشوفوا هنايا السلطات ديال الاقليم وكذلك الجهه كلها على قدم وساق حاضره لهذ الفاجعه هذه اللي صراحه هزت الراي العام الوطني المغربي وكذلك حتى ابناء الجاليه المغربيه اللي كعارفين بان عائلاتهم هنايا فهم هازين الهم وكيصيفطوا في رسائل طمنونا على عائلاتنا طمنونا واش كلشي بخير واش ما تقاس حد فحنا كنبغيو نقولوا لهم الحمد لله ما تقاس حتى شي ارواح وانما فقط الاشجار ديال الكروش اللي نقدروا نقول لهم الله يخلف لنا ما ضاع كيف ما كتشوفوا حريق مازال ملتهب هنايا مازال شعل كما كتشوفوا راه مازال كما تنقولوا الوهج ديال النار كاين شوفوا الهيه كي الشعلات تتلألأ بحال النجوم هانتوما كما كتشوفوا
يعني هذا غير ريح بسيط يقدر يشعل نار اخرى او يكحزها لجهه اخرى. فهاد البلاصه هذه مازال ما وصلتها الحمد لله، ولكن هنايا راه كلشي كلدق. ها منين بدات من هي بدات وها هي غادا، ومازال هذيك الجهه فاش بدات ما كتشوفوها ديك الجهه راه جدات منتوق الماميين تقريبا دابا تقريبا دابا تكون شي 20 كيلومتر ولا 15 من جدات العافيه من ديك الميقات 9 ونص ولا 10 الصباح. اي دابا من 9 ونص الصباح ويا العافيه شاده سيدي دابا ثلاثة ديال الطوابر اللي شدات فيهم العافية. غادي تمشي حتى تيدي عليه العاج سيدي دابا غادي ياخذ الجهة كروشن. والساكنة دابا فين كاينين الناس اللي قريبة لهم العافية؟ كلشي خارج ما بقاش حتى واحد في الساكنة. حتى واحد كلشي خارج لبرا والغنم ديالكم والغلة اللي هزيتو في هذا الصيف. دابا جنب الواد فين جالسين الناس؟ كلشي خارج. مع 11 الصباح اللي بدات العافيه من هنا دابا ثلاثه الدواور مهددين ان العافيه تاكلهم. حتى حنا راه قلت لك انا راه ماشي ولد انا راه ولد هذاك الدوار اللي مليح. غير جيتي تعاون ولاد قبيلتك؟ راه جيت دابا نعاونهم راه شحال من واحد دابا جا ماشي غير انا. كلكم جيتوا تعاونوا ولكن مع الظلام والطريق صعيبه ما قديتوش توصلوا باش تطفيو. كما تشوفوا متتبعي قناة شوف تي في تنسألكم الدعاء للساكنة أن ربي يوقف معاهم. راه ثلاثة الدواور اللي قراب لهاد الغابة هادي والناس تيعيشوا من هاد الغابة والأغلبية ساكنة في وسط الغابة، عندهم غلة ديالهم عندهم ديورهم عندهم الكسيبة ديالهم تمايا. نتمنوا من الله أنهم ينزل القدر ديالو وطفى هاد العافية هادي، حقاش راه صعيب باش يوصلوا. راكم عارفين التضاريس ديال ساكنة الأطلس المتوسط، راه صعيب باش يوصلوا شي واحد العافية. دابا كيف ما قالت الاخت اسماء راه التضاريس صعيبه واعره. هنايا هو المصدر القوت ديال هاد الناس هادو اللي هنايا. فهذه نصيحه للناس اللي كيجيو يتنزهوا او كيقلبوا على بالعربيه بالدارجه بالعاميه كيقلبوا على البلاصه فين يتبردوا. فاذا جيتوا تبردوا تحت الاشجار وهذا فعافاكم، جمعوا الازبال ديالكم، ما تخليوش الزاج ما تخليوش الحديد. فالمرجح ان غادي تكون هاد العافيه هادي سببها زاجه ضربت فيها الشمس. فحس حنا خاصنا نترباو شي شويه، خاصنا نترقاو شي شويه. شنو فيها الا جيت شي بلاصه نجمع الزاج، تهرس ليا كاس تهرس ليا طبسيل، نجمع داك الزاج ونديرو في بلاستيكا ونمشي نلوحو في البلاصه المخصصه للازبال. ها نتوما حنا ما عارفينش، حنا غير كما تنقولو تنضربو على الله اعلم. ربما زاجه، شوف زاجه شنو خلات، او ربما شي مختل. شوف فهذا حتى الا كاينين فعلا هنا الا كان السبب هو مختل، علاش المصحات يبقاو مسدودين؟ خويا الناس اللي تيسولوا بالضبط فين قال لهم الناس اللي تيسولوا بالضبط فين هذه منطقه قريبه للكروشن تابعه لعمالات اقليم خنيفره. تنتمنى من جميع متتبعي قناه شوف تي في الدعاء لهاد الساكنه مساكن، الله يشوف من حالهم. كاينين رجال القوات المدنيه، كاينين جميع تلاوين السلطات المحليه، كلشي واقف كلشي مستعد لاي تدخل، ولكن للاسف الطريق صعيب باش يوصل اي واحد للمكان ديال العافيه. حتى من الساكنه واقفين عاجزين لان منطقه جبليه بامتياز وتتعرفها منطقه الاطلس من السلاسل الشامخه بالاطلس اللي تحتوي على شجر الكروش اللي تتعرف بهذه المنطقه هذه. ونسال الله السلامه. شكرا لرجال الوقايه المدنيه، شكرا لرجال القوات المساعده، كل الاجهزه الامنيه اللي كاينه هنا، شكرا لكل السلطات بمنطقه خنيفره اللي جايين واقفين من الصباح حتى ربي ما واقفين على يلقاو شي حل. ولكن للاسف المنطقه صعيب بزاف باش يوصلوا ليها. دعواتكم، تنتمنى ان جميع المتتبعين ديال قناه شوف تي في انهم يدعوا مع هاد الساكنه ديال الجبال المغرب العميق، ما يعرف بالمغرب العميق. الناس اللي تيسولوا هذه منطقه كروشن تابعه لعمالات اقليم خنيفره.
وواحد البديره هنا اللي شتا ان الساكنه اللي قريبه العافيه ان فتح المنازل ديالها للناس اللي هربوا من العافيه، كلشي حل الباب والناس تيستقبلوهم. كاين واحد التضامن انساني بزاف في هذه المنطقه اللي تتشهدوا، المنطقه كلشي واقف كما تشوفوا. الشباب ديال الدوار واقفين مساكن مستعدين لاي تدخل يديروا باش انهم يوقفوا هاد العافيه، ولكن للاسف الطريق صعيب باش يوصلوا. بديره هنا زوينه ان الساكنه حل الابواب ديال الجميع، الناس اللي جاو هنا للصحافه، الناس المتطوعين، كلشي حل بابو، واقف كلشي، واقف كلشي حاس بالمسؤوليه دابا اللي كاينه هنا وبالكارثه اللي تتوقع في المنطقه. وتنتمناو من الله عز وجل انه ينزل الرحمه ديالو على هاد الساكنه هادي. الان مازالين متواجدين في منطقه كروشن تابعه لعماله اقليم خنفره. شكرا لرجال المياه والغابات اللي من الصباح وهم واقفين هنا كذلك، والقوات المساعده والقوات المسلحه وكل تلاوين السلطه، كل واحد بالاسم ديالو، رجال الوقايه المدنيه كذلك اللي واقفين، رجال الدرك اللي تنشكرهم شكر خاص اللي ساعدونا اننا نوصلوا لهاد المنطقه بصعوبه التضاريس ومشاو معنا حتى لعين المكان، تنشكرهم من هاد المنبر. وتنتمنوا من الله انه ينزل الرحمه ديالو. ولي تزيد الصعوبة أن الرياح كثيرة في هذه اللحظة هذه. كما تنقولوا كتزهر العافية. كما تشوفوا هي غادية وزايدة ماشي. دعواتكم. إذا المشاهدين ديالنا والمتتبعين ديالنا كتشوفوا هاد الطاقة الكبرى اللي نزلات على إقليم خنفرة ديال غابات مهمة من الكروش، مصدر القوت ديال الساكنة من هاد الغابات هادو كيرعاو الأغنام. واللي كيحس في النفس هو أن كاينة قلة المياه، فراه طائرات كنادير مشات لواحد السد الحنصالي فلقاتو قليل فيه الماء ومشات حتى للسد ديال أيت مسعود باش تأمر الماء وتجد في هاد العافية هادو. فدعواتكم معنا، طلبوا الله معنا، ربما يحن الله وطيح ولو قطرات من الأمطار تطفي هاد العافية هادي، لأن راه غير شي شوية ديال الريح كيخلي العافية أنها تزيد. كنجددو الشكر ديالنا للتلاوين، رجال السلطة اللي حاضرة إقليمية وجهوية ووطنية، من رجال كما تنقولو حنا بوغابة، رجال المياه والغابات، الوقاية المدنية، الدرك الملافي وغيرهم. فصراحة راهما من 7 الصباح أو من 8 الصباح وهما واقفين باش أنهم يحاولوا يسيطروا على هاد النار هادي ويحاولوا يلقاو ليها الحل. إلا ما كاين حتى شي إرادة فوق الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى. كنترجاوه ان يشوف من حالة هاد الناس، وكذلك حتى الشجر راه حتى هو روح. كنتمنوا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى تنزل ويطفاهد هاد النار، هذا يطفاهد اللهيب. فإلا كيبان لكم راه تيبان بحال النجوم، راه اللي كيشوف هنايا الكارثه هما اللي كيشوفوها هنايا بالعين المجرده. كتبان بحال النجوم وهي راه حمم متفحمة، راه كيبان هنايا حنايا الجبل بحال الجبل ديال البركان كله حمر. وانا والزميلة اسماء العناصر النسوية الوحيدة اللي حاضرة لهذا الحدث، هذا الحدث المؤلم والمؤسف. احنا غادي نقربوا لكم المشهد ونزوموا لكم على الصورة باش تشوفوا عن قرب. راه كيبان لكم بحال انارات، وهي راه هادشي كما تنقولوا حنايا الفاخر مشعول بحال هكا كيبان. فنتمنوا الرحمه من الله سبحانه وتعالى. وكنجدد الكلام ديالي اللي قلت بان راه هاد الحريق يقدر يكون سببه زجاجه او حديده ضربت فيها الحراره وخلات وشعلت هادشي كامل.
والرياح ساهمت بشكل كبير. فإلا جيتوا للمتنزهات طبيعية اللي فيهم هكا أشجار، علاش لا ما تجمعوش الأزبال ديالكم؟ لقيتوا زاجة جمعوها، لأن راه غير زاجة كضرب فيها الشمس، أشعة الشمس كتشعل العافية، بلاستيكة حديدة فما فيها باس إلا جمعنا هادشي ورميناهم في الأماكن الخاصة بالأزبال. ربما يكون مختل عقلي كما ذكرت في السابق، مختل جالس ما عرف والو شعل وزاد. فهذا نداء المصحات اللي كاينه بالاقليم اللي كتعتني بالحالات ديال الامراض العقليه، علاش لا اللي ما تشوفوش هاد الناس هادو تديوهم وتعالجوهم، عوض ما يقول بحال هكا يقدروا يكونوا هما السبب في هاد الحريق هذا. فاحنا ما عارفينش، هذه غير احتمالات، ولانما ديما تنقولوا الاحتياط واجب. سي حسن، ممكن واحد توضيح للساكنه المناطق؟ منطقة مهران دابا الناس قلنا ثلاثة الضوابر، ولكن ما عرفناش حنا بالضبط شكون هما الضوابر اللي انا البلاصة دابا حنا فين، حنا حاليا هي منطقة مهران، ويمكن نشوفوا شي واحد في الساكنة. خويا خصنا نشوفوا شي واحد في الساكنة بالضبط شحال المسافة تقريبا. ايوا اختي، كيما قال هذاك راه غادي تكون واحد 30 حتى 40 هكتار. سي حسن، التذكير انه صحفي ابن المنطقة، مراسل صاحب، مراسل الجريدة الإلكترونية، ولست بصحفي وإنما مراسل ابن المنطقة. النفس الغيرة على البلاد اللي خلاته أنه يجي ينقل الحدث من عين المكان رغم الإمكانيات اللي جينا بموتور. الصعوبة ديال الطريق، الصعوبة ديال الطريق والبيست وهذا، وماشي مشكل أنك وصلتي، والناس من الناس اللي نشروا الخبر باش يوصل للسلطات. أيه، أول واحد نشر الخبر حسن، هو اول واحد نشر الخبر ديال بان النار راه اول واحد نشر الخبر بان راه العافيه شاعله في هاد الجبال هادو، منطقه تيكل مامين ديال كروشن، هو عبدو ربي. صعوبه المسالك، صعوبه يعني الويفي قليل، يعني عرفتي واحد البيست منين دزنا مازال شي واحد يراجعوا مع الطريق ديال كروشن، الطريق الشانطي كما تنقولوا كودرون، اما اعوذ بالله عبدو ربي راه جاب من لا بيستات. حتى حنا الطريق منين جينا السلسلة وجينا وجيت كما تنقولوا جينا بدراجة نارية. مهنة المتاعب. عادي داك الشيء. شكرا سي حسن. نتمنى والله يلطف بهاد العباد هادو ويلطف بهاد الساكنة، والله يعطينا شي عام ديال الشتاء باش أنه يخلف الله الغابة، لأن الغابة غيعطيها إلا عطاها ربي الشتاء غادي تخلف إن شاء الله. العوافي تنشوفهم هاد العام. لا شوفي 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 هادشي ديال الله ما عندنا ما نقولوا فيه. طيرة، انا جاتني طيرة غريبة يعني. شوفي راه الناس راه المشرق عاوتاني راه فيها سميتو الفيضانات. راه كل منطقة يعني وكل منطقة وكيفاش شنو مقسم ليها الله. هادشي تصرف، هادشي حنا كما تنقولوا نصرفوا مكتوب الله. ما عندنا ما نديرو. هذا هو القدر، ما عندنا ما نديرو. كما إلا شتيو البارح وهذا راه الدول موريتانيا الفيضان، الامارات الفيضان، اليابان سميتو اليمن الفيضان، وحنا عطانا ربي الحريق ما عندنا ما نقولوا. الا عطانا ربي غير عام زوين ديال الشتاء كلشي غادي يخلف، الكروش راه دغيا تيطلع. كما قال هذاك مسكين ذاك القراوي اللي هنا، قال لك مشى لنا فين غادي يرعاو الغنم ديالنا، لان هذا واحد المجال، اي مجال ديال المجال ديال الراعي تا هما فين تيرعاو مساكن. وكون شتي كيما قلت لك، لا 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 لا، كون شتي مساكن كيفاش كانوا كيتقاتلوا. خويا حسن سمح لي غادي ناخذ منك الميكرو، كنبغي نعلم المشاهدين ديالنا انه في هذه الاثناء تم الحضور ديال العقيد الجهوي للدرك الملكي، وكذلك حضور العقيد الجهوي ديال الوقايه المدنيه، وحضور الكاتب العام بعمالة اقليم خنيفره، فكلهم هنايا في حاله تاهب وحاله استنفار امني باش يلقاو الحل ديال هاد النيران هادي اللي مورايا اللي شاعله، باش انهم يلقاو الحل وما يوقعش كما وقع في المدن الاخرى. فهذا صراحه شيء كيفرح الخاطر، وانما في امر محزن ان الناس الحمد لله المسؤولين ديال مدينه خنيفره هم على قدم وساق باش انهم يلقاو الحل لهاد النيران هادي. وكيف ما كتشاهدوا مورايا راه كاينه عاوتاني الهيه شعلات، يعني الرياح كتلعب واحد دور كبير في انتشار الحريق. كما كان بغيت عاوتاني نكرر ان راه طائرات الكنادير جاو مشاو لسد الحمصالي باش يعمروا الماء، لقاو الماء ما كاينش، ومشاو حتى لسد ديال ايس مسعود، ولين لقاو صعوبه في السيطره على الحريق. كيف ما كتشوفوا لهيه، ها هي راه غاده وكتزيد.
اذا متتبعي قناه شوف تي في تنسالكم الدعاء والدعاء الدعاء لهاد الساكنه ديال المغرب العميق اللي مساكن كلشي مخرج البهايم ديالو لجنب الواد كلشي غادي جالس عيالات اطفال شيوخ مساكن دابا في جنب الواد كلشي خايف خايف على راسو ما دابا مابقاش يهمهم حتى حاجه حاليا الساكنه اما ان تنقذ الروح ديال هذوك البهايم اللي عندهم وتنقذ وليداتها وتنقذ الشيوخ ردهم لجنب الواد باش ينقذوهم حتى يشوفوا شي حل صعوبه التضاريس ماشي لعدم وجود الامكانيات الامكانيات متوفره جميع التلاوين السلطه بالاقليم حاضره من الوقايه المدنيه المحت الاخر متطوع من مدينه خنيبره كلشي حاضر ولكن للاسف الصعوبه ديال الطريق هي اللي خلاتهم واقفين كلشي عاجز تيسين الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى تنزل وما نساوش نشكر المتطوعين ديال ابناء المناطق المجاوره لمنطقه كروش اللي جاوا كاين الشباب اللي جا من مدينه خنيفره كلشي اللي سمع العافيه جا كلشي باغي يتطوع عارفين ان الطريق صعيب باش يوصل ليها شي حد ولكن النفس على عائلاتهم وعلى خوتهم اللي كاين هنا في المنطقه هي اللي خلاتهم انهم يجيو وكما تنشكروا الناس المسؤوله اللي جاوا كل شيء واقف تيسين شي حل والحل هو الدعوات ديال المتتبعين ديالنا والناس اللي تيشوفوا هذا اللايف باش انه كما تشوفوا الريح مشدها ليه اللي تيزيد مشكل بسبب الريح ان العافيه غادي وتتزيد في قمم الجبال اللي تتزيد صعوبه باش ان رجال الوقايه المدنيه انهم يوصلوا لها وبسبب الجفاف شح المياه بالمنطقه اللي زاد حتى هو صعوبه الريح الشرقيه كاين كما تيقول واحد الاخ انا قالك ان الريح الشرقيه زاد ساهمت من المشكل دعواتكم الله ينزل شريغيت من عنده قطرات ديال الرحمة تنزل في هاد الأثناء على هاد الساكنة ويرجعوا لديورهم ويدخلوا هاد الشيوخ مساكن اللي تتواجدوا الآن في الضف في ضفاف الأنهار نخليكم مع الأخت بشرى الجزياني اذا في اتصال هاتفي جانا الان ان اعضاء جمعيه الرحمه اللي كان دار لهم تكوين ديال اطفاء الحريق من طرف الوقايه المدنيه بمدينه خنيفره راهم حاضرين وراهم جايين وكيمدوا الماء للوقايه المدنيه وكيحاولوا يساعدوا راهم حاضرين في اتصال معنا وضحوا لنا انهم على قدم وساق باش انهم يساعدوا باش يطفيوا هذا الحريق هذا ويكون تكون لهم اللمسه ديالهم فعلى الذكر على سبيل الذكر فان جمعيه الرحمه حاولت دير تكوين 80 عضو معها في خلال سنتين في هذه الحالات هذو في اعطاء الاسعافات الاوليه وكذلك في اطفاء الحريق وكان لي الشرف انني نكون من ضمنهم وراهم دابا حاضرين هنايا وراهم كيقدموا يد المساعده فكنبغي نشكر هاد المتطوعين هادو اللي مخاطرين بحياتهم ومخاطرين بالاعمار ديالهم في تقديم يد المساعده لابناء المنطقه ديالهم شكرا الاخت بشرى البوزياني على التوضيح وشكرا لاعضاء جمعيه الرحمه شكرا لكل الناس اللي جاوا اللي هزاتهم روح الانسانيه وروح التضامن انهم يجيو ويتضامنوا مع ساكنه منطقه كروشن يعني الان كما تنسمعوا احد الساكنه تيقول لك انها وصلت المنطقه تيقلمامين ايت الحسن ورجعت المنطقه اللي جات منها الصباح منطقه تيقلمامين ايت الحسن هي من جات وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه هو اللي نزل الرحمه ديالو لصعوبة الطريق راه كاين في مرتفعات ديال جبال الأطلس المتوسط راكم عارفين الصعوبة وعارفين الكثافة ديال الأشجار ديال البلوط الكروش الأرز راه سلسلة غابوية بامتياز دابا معكم اتصال مباشر مع المراسل الأستاذ ديالنا حميد العقاوي مباشرة معكم بغي يعطيكم مسجدات مرحبا أستاذي إذا إخواني متتبعي الكرام تنتمنى اللطف من الله سبحانه وتعالى أما فيما يخص اللوجيستيك فبلغ إلى علمنا بحضور السيد العقيد الجهوي للدرك الملكي مع السيد العقيد الجهوي للوقاية المدنية صحبة زملائهم العقيد الجهوي ديال القوات المساعدة في حالة استنفار في محل
بعين المكان الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة. وفي هذه الأثناء كاين لجنة إخواني بعمالة إقليم خنيفرة لتتبع إخواني والتنسيق مع الإدارة المركزية. للأسف الشديد فالطائرات اللي حلوا بالمنطقة أن للأسف الشديد نظرا لندرة المياه استعصى على الربان باش أنه يهز المياه من كل من أقلمام أزكزة وبعض الطايات إخواني المجاورة لإقليم خنيفرة. الشيء اللي خلى الربان ديال الكنادير أنه يتجه نحو إقليم الخميسات لضيط الرومي. الشيء اللي الحمد لله أن تم تزويد الطائرتين من ضيط رومي، فيما أن جنحة الظلام و الرياح اللي كتعرفها المنطقة أن كما كتبين الزميلة أسماء عازم عبر زوم شوف تي في أن الرياح اتجهت نحو بعض المنازل. الشيء اللي خلى السلطات المحلية كتعلن استنفار استاذ حميد اسمح لي قطعتك، فبغيت نعلمك بان العافيه راه رجعات للبلاصه منين بدات في الاول، رجعات للتيق المامين ايت الحسن الشرفه. كاين انباء ديال ربما تم اخلاء جوج المنازل ولا حادثه الاصابات بشرى، واش كاين هذا المستجد؟ لا الحمد لله ما كاين حتى شي اصابات. شكرا للاخوه والكل بان كاين حاله تاهب، لان للاسف الشديد كنتواجدوا في الاطلس المتوسط اللي هو خزان مائي، ولكن للاسف الشديد احنا كنشوفوا الطائرات رغم اللوجيستيك اللي وفرته السلطات ان استعصى على ربان الطائره باش انه ياخذ من اقليم خنيفره، اللي من هذا المنبر نناشد ان تكون لجان ديال الردع ويشوفوا من استنزف هذه المياه، وخاصة بعض الضيعات الفلاحية الكبرى، فمن العيب والعار. وتنتأسف أنني نسمع ربان الطائرة ديال الكنادير أنه اتجه نحو الخميسات من أجل ملء الخزان، ولكن للأسف الشديد ما يمكنش أنهم يخدموا بالليل. وشكرا لأبناء المنطقة، وأجدد الشكر الجزيل لجمعية الرحمة للرعاية الاجتماعية اللي كانت بفضل عامل إقليم السيد محمد فطاح أنه تم تكوين أكثر من 80 شخص من متطوعي المنطقة اللي راهم ربما كانوا اتصال هاتفي معايا وربما اتصلوا بك أختي بشرى. فنخلي السادة المتتبعين الكرام تفاصيل وبالمباشر مع الزميلة عزيم أسماء وبشرى البوزياني. شكرا لك أستاذي، وحتى أنت كذلك إلا سمعتي لشي تفاصيل جديدة ما تبخلش علينا بها. إذن تحياتي لكل متتبعين قناة شوف تي في. كان معنا الأستاذ حميد عقاوي اللي أعطانا بعض المستجدات رغم البعد ديالو على المنطقة، إلا أن القلب ديالو مع ساكنة المغرب العميق. كما تتعرفوا على الأستاذ حميد العقاوي قلبا وقالبا دائما مع ساكنة المغرب لنقل كل الحاجة تضرهم وكل الحاجة اللي تيكون صعيب أنهم يوصلوا صوتها، تيكون هو المنبر الإعلامي اللي توصل صوت ساكنة المغرب. وتنشكروا السيد ريس شحتان اللي أعطانا هاد الإمكانية باش أن ساكنة المغرب العميق توصل الصوت ديالها وتكون عندنا فرصة في مدينة خنيفرة نوصلوا ما يقع وراء الستار بمنطقة خنيفرة. شكرا للأستاذ حميد، شكرا لكل طاقم قناة شوف تي في، شكرا لكل المراسلين بقناة شوف تي في، تنشكرهم. وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بنا وينزل بعض القطرات ديال الغيث على هاد الساكنة، اللي أنه صعيب بزاف باش أن أي حافلة ديال إخماد الحرائق توصل لها سواء بالنهار أو بالليل. الإخماد الحرائق صعيب بزاف. شكرا لكم، شكرا للمتتبعين قناة شوف تي في، شكرا لكم. تنتمنوا انكم الدعاء لهاد الساكنه اللي حاليا الاغلبيه ديالهم خرجوا من المنازل ديالهم، متواجدين جنب النهر اللي كاين بالمنطقه، مخرجين ولادهم، مخرجين الشيوخ، مخرجين الغنم ديالهم تنقذوا الروح ديال هذوك البهايم ساكن. تحياتي لكم، تحيه لكل طاقم شوف تي في. عذرا
اذا كما كتشاهدوا تصاريح بعض الساكنه تتقول لك انهم ان النيران رجعات منين بدات في الصباح لتيك المامين ايت الحسن جهه الشرفه والناس دابا راهم غاديين راجعين لتمايا باش يخويو الديور اللي تمايا لانهم خايفين على عائلاتهم فهما جاو لهنايا باش طفاوها من تمايا وجاو يعاونوا هادو يطفيوها فالا اذا بالنيران كترجع للبلاصه منين شعلات وراهم دابا شادين الطريق باش عاوتاني يرجعوا يطفيو ديك العافيه اللي تمايا ويخويو عائلاتهم حيت خايفين عليهم لا تشعل لا تزيد العافيه تزيد تشعل فما علينا الا الدعوات الحمد لله الدوله موفره اللوجيستيك موفره المعدات الا ان الفرشه المائيه بمدينه خنيفرة استنزفات ما لقاوش كيفاش يديروا يهزوا الماء بطائرات الكنادير ما علينا الا الدعوات لانه السلطات كلها حاضره بجميع التلاوين ديالها رجال المياه والغابات حاضرين رجال الوقايه المدنيه رجال الدرك الملكي القوات المساعده القوات المسلحه فكل شيء حاضر الناس ديال العماله ديال اقليم خنيفره والناس ديال الجهه فلا حول ولا قوه الا بالله كل شيء حاضر ما علينا الا الدعوات بؤر ديال النار لان غير كتجيها منازل بالبؤر ديال النار هادشي غير كتجي لها الريح كتنتشر فشرت ليها قبيله هادو اللي كيبانوا لهم هنايا بحال الديور اولا بحال النجوم فهما غير حمام ناريه ان فوا ضرب فيهم الريح كلشي غادي يشعل بالمناسبه خط النار راه نشوف هاد القمم هادي راه لعده كيلومترات حنا في يعني الجهه الشرقيه ديال خط النار نعم البلاصه اللي فين كتواجدوا حنا دابا هي الجهه الشرقيه ديال خط النار يعني النار باديه من هنا من الجهه الشرقيه وغاديه مورا هذا التلال وهذه الجبال على مسافه كيلومترات على مد هذه الجبال من الجهه الاخرى يعني هناك ضوء نيران ينبعث من وراء الجبال للاسف تعذر الناس يعني الولوج لهذيك المناطق باش نصورها بصوره اوضح يعني فوالا يعني المنطقه الوحيده اللي تمكنا نصورها عن قرب هي هذه مي كتبقى النيران مورا هاد الجبل هادو راه ممتده لكيلومترات عده يعني ربما احد عناصر الوقايه المدنيه او السلطات يقدر يعطي ارقام تقريبيه يعني المساحه اللي استهلكتها النيران لحد الساعه اذا تحياتي لكل المتتبعين قناه شوف تيفي تحيه لكل الطاقم ديال شوف تيفي اللي تيتواجد بالمكان باش نوصلوا الصوره الحقيقيه والكارثه اللي ده صح التعبير اللي وقع في منطقة كروشن اللي تتعرف واحد قولوا العافية شاعلة في الغابة اللي هو المنطقة معروفة بالمجال الغابوي للصناعة ديال الأرز والصناعة ديال الفخار وكل شيء كاين هنا في المنطقة تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه ينزل عليهم الغيت ديالو ويشوف من هاد الساكنه مساكن لصعوبه التضاريس باش انه يوصلوا للرجال الوقايه المدنيه وبسبب صعوبه قله المياه يعني واخا المنطقه تعرف خزان مائي ولكن بسبب سنوات الجفاف ان المنطقه افتقدت لهذيك الطبقه المائيه ديالها في انتظار فقط الاشاره كاين بعض المتابعين هنا في شي غير الامكانيه ممكن تجلب الماء من البحيرات الموجوده في المنطقه مع الاسف للاسف البحيرات اغلبيتها ناشفه تقريبا يعني جفت تقريبا اقلمام ابخان بالنسبه لابناء المنطقه جف عن اخره اقلمام ازبزه يعني لم يقع فيه الا مساحه قليله جدا لا تسمح بتعبئه خزانات الطائره يعني كما كتعرف الناس طائرات الكنادير باش تملا الخزان كيخصها واحد على واحد المسافه معقوله اللي تمكن لها من انها تنزل على سطح المياه وعندها بعض التواني باش تعمر الخزان ديالها ومن بعد تعاود تطلع دونك يستلزم واحد المسافه واحد الطول ديال الخط المائي اللي تقدر تزود به الماء الشيء اللي مستحيل تقريبا في قضيه اقلمام ازكزا اقلمام ابخان وهناك ضايب بمنطقة القباب حتى هي يستحيل يعني الماء منها السدود القريبة من المنطقة للأسف كما أشار الأستاذ العقاوي غير كافية دونك الطائرة كانت مجبرة أن تمشي حتى الإقليم خميسات باش تزود بالماء طائرتين لكن ظروف الليل لا تسمح بالاشتغال إذا عليها أن تنتظر حتى بزوغ النهار لتعاود إطفاء النيران
وحاليا ريح الشرقي للأسف لا تساعد، كما تلاحظون هناك هبوب رياح ودخان النيران تحمل الرياح في اتجاه الغرب، لأن الرياح متجهة الآن احنا في الجهة الشرقية ديال النار، مع العلم مرة أخرى أن هذه النيران احنا في الجهة الشرقية ديالها ممتدة في هذه الناحية فاش كاينين على هذه جبال، احنا عند قدم سلسلة جبال النيران كما تشاهد هذه النقط كلها غابة البلوط الأخضر للأسف متفحمة في الكروش متفحمة للأسف، المنطقة كلها اللي فيها هاد النقط اللي تلمع بحال إنارات منازل، للأسف ليست إنارات منازل لكن أثار ما تبقي من النيران، هذه كلها غابة كثيفة من البلوط للأسف التهمت، وهناك هناك نار يعني أكثر حدة وراء هذه الجبال، يعني الريح متجهة من المنطقة فاش حنا متواجدين وغادية وراء هذه الجبال، وكما قلنا قبيلة بأن النيران للأسف يعني واخدة مسافة كيلومترات من هذه النقطة هذه وراء هذه الجبال، يتعذر التغطية عليها يعني مشيا بالأرجل أو بالسيارات، يعني منطقة وعرة جدا وخطيرة، يعني حتى المغامرة أن الإنسان يمشي يلتحق بهذيك المنطقة غير ممكنة، يعني كيقدر يشكل خطر على حياتك. إذا متابعين ديالنا الحدود الساعة مازال ما كاين حتى شي معطى على العدد أو المساحة اللي تكلت بالنار، لأن النار مازال متحكم مازال غير متحكم فيها، الرياح كتلعب بها شرقا وغربا، مازال ما محدده حتى شي حاجه. نطلبوا السلامه، ها انتم كيف ما كتشوفوا لهي ها هي عاوتاني شعلات هنايا، راه تابع لجهه القباب اقليم خنيفره، ورجعات النار للجهه اللي تابعه لاقليم خنيفره، فالله يدير الخير وصافي. كيف ما كتشوفوا كيف ما ذكر الصديق ان هذا الشيء اللي كتشوفوا هنايا اللي كيبان لكم بحال نجوم فهي بؤر ناريه، غير جهه الريح غادي تشعل. فنتمنوا ان ربي يشوف من حالنا ويشوف من حال واحد البؤره اللي الان تشتعل، بؤره هي مباشره تشتعل كيف ما كتشاهدوا، بؤره مباشره ها هي عاوتاني شعلات بعد ما طفات. هاي شعلات جبل جبل يعني مغطى بالكامل بغابة كثيفة من البلوط للأسف، يعني المناطق كلها اللي كنغطيوها الآن في التصوير للأسف محترقة، للأسف النقط كلها عبارة عن نيران، بقايا نيران في بقايا الأشجار للأسف متفحمة على الأقل. نسأل الله السلامة، نسأل الله شوف الهي جاد جهدات، جاد جهدات وغادة وغادة، فهناك ليس العشرات وليس المئات وإنما الآلاف ديال الأشجار ديال الكروش اللي مشات، فكما كان معروف على شجر الكروش فهو كيخصو كما سبق لي وذكرت شجر الكروش راه كيخصو مده باش غادي يخلف. البلوط الاخضر ما يعرف البلوط الاخضر في اللين هو اللي كاين في المعمور في اللين. اذا شكرا للمتابعين قناه شوف تي في، شكرا لكل ساكنه منطقه خنيفره وبالضبط منطقه كروشن، وما نساوش نشكروا جميع التلاوين السلطه اللي حاضرين بالمنطقه هنا، وما نساوش رجال المياه والغابات اللي حاضرين بقوه من الصباح مساكن وما حاضرين هنا متاهبين لجميع الحالات اللي ممكن انها توقع بالمنطقه، وما نساوش بالذكر الشكر رئيس المركز المحافظه والتنميه والموارد الغابة بمنطقة القباب اللي شاب طموح اللي حاضر شخصيا من الصباح وهو حاضر هنا بالمنطقة، تنجددوا له الشكر والشكر لجميع الرجال ديال المياه والغابات بالإقليم ديال خنيفرة، شكر لكل واحد جاي حضر اللي تجرد من حس
اللي جا انه يدي واجب انساني قبل ما يكون واجب ديال العمل ديالو. هما جايين حاضرين انسانيا اللي عارفين ان الصعوبه كاينه هنا في المنطقه وعارفين التضاريس صعيب ان شي واحد يوصل لهم، وجايين انهم يساندوا الناس ديال المنطقه بحكم انهم عندهم احتكاك مع ساكنه المنطقه. ومن هذا المنبر ديال قناه شوف تي في تنشكرهم وتنجددوا الشكر لرئيس مركز المحافظة والتنمية وتنمية الموارد الغابوية بالقباب، شاب طموح، شاب اللي من الصباح وواقف هنايا لتجرد من أنه يكون مسؤول، جاء كأنه متطوع كشاب جاء أنه يوقف مع الساكنة ديال المنطقة بحكم الاحتكاك ديالو معهم، وعارف المشاكل وعارف الصعوبات ديالهم وعارف يعطي إرشادات للساكنة. وتنشكرهم جميعا وتنشكر جميع رجال ديال المياه والغابات، القوات المساعدة، القوات المسلحة، الوقاية المدنية، جميع السلطات اللي في الإقليم اللي واقفة لحد الآن من صباح ديال من 9 تقريبا هما واقفين تيشوفوا شي حل لصعوبة الطريق، وتنسألوا الدعاء 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 ديال المتتبعين قناة شوف تي في. شوف من حالة الساكنة لصعوبة وصول طائرة كندر المنطقة، لأن حتى الصباح إن شاء الله عدد يكون تحرك ديالها. وكما تشوفوا على قناة شوف تي في مازال العافية شادة ومازال غادية بسبب الرياح الشرقي، والعافية راه منتشرة على طول السلسلة الجبلية اللي تتشوفوا قدامكم. يعني راه حتى من وراء الجبل كتنشوفوا الدخان، ما عرفناش شنو واقع تما الصعوبة. انعكاس انعكاس لهيب النار اللي وراء الجبل كينعكس على الأدخنة. والمعلومات اللي توصلنا بهم الان ان الحريق كان الصباح من جهه خنيفره وهي جايه في المجال الغابوي حتى توصل لمنطقه كروشن. هذه هي المعلومات اللي وصلنا لها. يعني هذا الشيء راه خطير، ماشي شي حاجه اللي تتبشر بالخير. يعني المجال الغابوي في خطر، والمنطقه معروفه بالسلسلات الغابويه ديالها من الكروش اللي ما يعرف بالبلوط الاخضر، معروفه بالفيلين، معروفه بالارز، معروفه بعدد انواع ديال الاشجار، محميات غابويه، كاين الحلوف، كاينين المحميه ديال الطيور الحسون، كاين بزاف ديال انواع ديال الحيوانات اللي محميه هنايا. ولكن للاسف دابا ما عرفناش الخسائر اللي كاينه تما في الغابه، ما عرفناش كاينين دابا تقريبا على البلاصه اللي كنشوفوا كاين واحد يعني شريط طوله لا يقل عن كيلومترين، يعني علامة البصر يعني في الجهة فاش حنا الجهة الشرقية، لا معلم أن النيران جات من الجهة الغربية من جهة خنيفرة. عافاك تكلم بلغوات لأن الناس طالبين دير معنا تحليل. معلومة، هذا الشاب متطوع من مدينة خنيفرة فقط اللي جا وهزاته النفس وجاب السيارة ديالو المنطقة أنه يشوف يقدم يد المساعدة يشوف أشنو كاين. والحمد لله لقينا عنده واحد بجاج معرفي هنايا هو اللي ساعدنا، وتنشكروه من هذا المنبر. للاسف ما بغاش يبان بحكم العمل ديالو، تنشكروه بزاف السيد اللي جاب سيارته الخاصه يقدم مساعده لساكنه المنطقه. خويا كما كنت كنقول السلام عليكم. دونك هنا البصه فين كاينين اللي كعرفي شويه المنطقه، يعني منطقه كروشن توجد نقولوا على شرق مدينه خنيفره، وخط النار جاي من منطقة مدينة خنيفرة متجهة جهة كروشن، يعني جاي بدافع الريح الغربي من جهة خنيفرة وغادي جهة كروشن. دابا الرياح تقلبات ولات شرقية، يعني النار عكست الاتجاه ديالها في هاد الأثناء للأسف، يعني ممتدة على كيلومترات من الجبال اللي يصعب الولوج إليها لا بالأقدام ولا بوسائل النقل، لكثافة الغابة اللي وعورة الانحدارات وحتى لخطورة الوضع، لأن النيران يعني تشتعل في أي مكان بطريقة مباغتة اللي كتجعل أن الإنسان ما خصوش يقرب لهذوك البلايص، يعني دع المجال للناس المتخصصين أنهم يقوموا بالعمل ديالهم. بالفعل كاين مواطنين من المنطقة قدموا يد المساعدة، اقترحوا أنهم يدخلوا ويساعدوا في إطفاء النيران، لكن تتبقى حاجة تستلزم تكوين، تستلزم خبرة، يعني لا يجب التهور. الغابة كثيفة جدا، يعني ماشي نباتات على سطح الأرض اللي مستعلة، ولكن غابات طويلة كثيفة، يعني في معدل طول الأشجار في المنطقة في شحال متواجدين دابا كاين 4-5 متر أقل شيء، وكتفوت 6-10 الأمطار. يعني هذا غابة كثيفة عمرها سنوات، ليست أعشاب سطحية اللي ممكن الإنسان
يعني يغامر انه يدخل يدير اي محاماه، ولكن غابه كثيفه، غابه كثيفه ومنحدرات قويه جدا جيبها بكل ما تحمل الكامله من معنى. إخواني المتتبعين، معنا اتصال هاتفي مع الزميل والأستاذ حميد العقاوي مع آخر المستجدات. أستاذي مرحبا. ألو أستاذي. ألو السلام أخت بوشرى. نعم راك على الهواء مباشرة. تنوير الرأي العام، تنوير الرأي العام، فأنا الحمد لله حسب المعلومات اللي راه استقيناها لحد الساعة لا حديث عن الو للاسف الشديد هذا واحد واحد هذا واحد ما سمعناش استاذي، ما سمعناش اللي مخيف شويه استاذي، ما سمعناش الو ما سمعناش الكلمه الاولى. كتسمعيني دابا بشرى؟ دابا كنسمعك استاذي. اخي المستجدات، هو ان للاسف الشديد ان النيران التهمت اكثر من 100 قطار اللي راه مشات من الغابه. نعم هذا هو واحد العدد اللي مخيف، والخطير في الامر لحد الساعه حسب ما استقيناه ان العامل ديال صعوبه التضاريس ولو سياره وحده قدت انها توصل لقرب من النيران، الشيء اللي خلى العناصر ديال الجيش والترك الملكي صحبه زملائهم في القوات المساعده والوقايه المدنيه ان الاغلبيه كتحاول باش تطفي ماشيين على الاقدام. الو اختي بشرى، نعم. هذا هو تنطلب حتى من المتتبعين الكرام دعوات الله سبحانه وتعالى، لان تعامل الرياح هو زاد من الخطوره، لان بعض المناطق كما شفتي واكدتي قبيله عبر الزوم لان طفاوها ورجعات العافيه عاود شعلات فيها. فعلا فعلا استاذي. بالنسبه للاخوه اللي تيقولوا بالنسبه للمياه، للاسف الشديد ان السد الحنصالي ما قداتش الطائره انها باش تهبط فيه، وكما اكد هذاك الاخ اللي معكم اللي تنحييه، لان نور الراي العام ونورني حتى انا من عين المكان، تنتمنى حتى هو يستمر معكم مادام انه بان لي ادرى بالخبايا ديال الغابه، اللي تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الشباب وجمعيه الرحمه والشباب في المنطقه انهم يعاونوا خوتهم البومبيه ورجال الدرك الملكي والجيش اللي راهم الفوق، فيما ان من سابع المستحيلات ان تقدر تطلع شي سياره او لا شاحنه من اي نوع كان. فعلا استاذي كاين صعوبه، كاين صعوبه كبيره الداخل، فما على المغاربه الا الدعوات معهم، دعوات لان هذه ربما الزوم، والله العلي العظيم انا اعرف المنطقه جيدا، زعما ان الواحد الا ما بكاش في هذا الوقت الطبيعه كتمشي وكتشوف ولادنا راهم محاصره ومساكن مغامرين، فتحيه لهذا الجهاز، وتنتمنى مزيدا من اللوجيستيك فيما يخص ان الندره ديال المياه الأطلس المتوسط، والله انني تنتمنى تشديد العقوبات على اي واحد يستنزف المياه او اللي كيحاول يستغل المياه، وخاصه ان ربان الطائره انه استعصى عليه باش يوقف جميع لي لاك اللي كاينين في اقليم خنيفره، ما قدر يوقف حتى واحد كاع، في حين ان استعان حتى بازرو والنواحي الافران ما قدش. الشيء اللي خلى ربان ديال الطائره تيتجه هو والزميل ديالو نحو اقليم الخميسات، ولكن للاسف الشديد ان ربما جوج ديال لي فواياج اللي داروا او لا وحده ما كافياش، فالشيء اللي غادي يخلي رجال الوقايه المدنيه ان قلوبنا معهم وقلوبنا مع ديك الساكنه، وتنتمنى الساكنه دير يد في يد، وتم الاخوان ديال جمعيه الرحمه يزودوا الاخوان بالماء، الماء عافاكم، لان كاين الدراري مساكن تما راه المياه اللي راه تيحاولوا باش يسقيو بها راه غير صالحه للشرب، وامام هذا الحراره المفرطه اللي كتعرفها المنطقه، فكنتمناو نديروا يد في يد، وهذه من الاعراض ديال ابناء المنطقه اختي بوشرى. استاذي واخا قطعتك كنتمناو استاذي قطعتك، نعم. كما قلتي كاينه الحراره ديال الجو في المنطقه، وزيده هذه الحراره اللي دايره على الجبال كاملين، فراه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، فكيفاش هاد الناس قادرين يجلسوا هكا في هاد الحراره هادي؟ راه ما شاء الله. وكنبغي نشير بان طائرات الكنادير انها ما غاديش تقدر تعمر دابا بالليل، لانها خاصه فقط كما قالوا لي عندها خاصيه النهار، يعني النهار فين كتقدر تعمر وكتقدر تباركي وتعمر مزيان عاد تجي، يعني دعواتنا لله. اذا نتمنوا حتى من الناس نرجعوا الله سبحانه وتعالى، لان ما يقع وقلوبنا مع ساكنه العرائش، فهي العرائش مره اخرى كتقول في ليباج ديالها قلوبنا مع ساكنه زيان، فتنتمنوا تشديد العقوبات على اي واحد
حاول انه ولو بغير قصد انه يستعمل النيران في شي بلايص او لا. كنشوفوا اختي بوجرة الناس تيهربوا للغابات قصد النزهه. شنو هي الرساله اللي بغيت تقولي اختي بوجرة وانت في عين المكان؟ الواحد تيحاول يدير طاجين ويريح ويمشي مع وليداتو ويخلي الفخر من موراه. الواحد انه تيمشي مع خليله ديالو ويجلسوا، لان شنا حنا دي لايف غير مؤخرا، دي لايف مؤخرا من وسط الغابه لبعض الشباب المتطور، كتلقاه انه جالس وفي حاله السكر باين عليها وشعل العافيه ومكسر مع راسو تيضرب الوتر عادي، ما كيشوفش بانه تيلعب في جنايه. اختي بوشرى فتنخلي لك وشكرا لكم كعنصر نسوي في هذه التجربه. برافو عليكم كزميلات ديالي، استمروا رعاكم الله لتنوي الراي العام. شكرا لك استاذي، شكرا لك. اذا كما سمعتوا الاستاذ حميد العقاوي ان 100 هكتار مشات، وهذه غير مقدره وليست اكيده، على الاقل 100 هكتار على الاقل. فهيا النار غتبدا لهي مباشره كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا ها هي النار بدات عاوتاني. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب بك نستغيث، يا رب بك نستغيث. اللهم أغيثنا. صراحة شيء كيحز في الخاطر، كتشوف هادشي اللي شعر بحال دموع ديال الطبيعة، دموع ديال الأشجار اللي ما بين الليلة ونهار ولات رماد، بين الليلة ونهار ولات فحم كما كتشوفوا، فحم متوهج. في أي لحظة يقدر يعطي كارثة أخرى، أي لحظة الرياح تزيد تعطي نار اخرى وتعطي كارثه اخرى، وتقدر هادشي اللي كنشوفو حنا قدامنا ومازال بعيد علينا بشحال راه يقدر يقرب لينا فقط الا جات الريح. وهاي هي تفحمت، هي تشعلات لهي كيف ما كتشوفو. لا حول ولا قوه الا بالله. من الجبل كما تنشوفو ان الكفوف ديالو الله سبحانه وتعالى هو اللي قد على اخوان. سمحوا لنا ان الصعوبه ديال الانترنت في المنطقه تقطع الخط، غادي نخليكم مع الاستاذ اللي كان معنا قبيله انه يعطينا توضيحات اكثر. يعني فقط للاشاره المنطقه او يعني الضواور اللي انتشرت من العافيه، منطقه تيك المامين يعني بفعل الرياح الغربي انتشرت الى منطقه ايت الحسن، ثم وصلت الى منطقه امرهان اللي احنا متجولين فيها، وللاسف يعني عند زوال النهار تحولت الرياح الى شرقي ودتها يعني من اتجاه الشرق الى الغرب لمنطقه الشرفه. يعني هذا الشيء عقد شي شويه يعني المسار ديال الرياح وتزلعات، وللاسف واخذ واحد المسار اللي كاين على قمم جبال يعني عندها منحدرات قويه جدا، صعبه يعني حتى بالنسبه للراجل العادي اللي متمرس صعب انك تطلع برجلك في هذه الجبال هذو، يعني واخا تكون ابن المنطقه صعبه جدا. وانا اتحدث واعي ما اقول، يعني تضاريس وعره جدا، الرياح متقلبه للاسف. كيبقى الحل الانسب هي يعني تدخل جوي، للاسف طائرات الكنادير كما قال سي عقاوي كانت غتكون انجع، لكن للاسف يعني وفره المياه يعني محدوده في المنطقه، والبعد خميسه الى خنيفره يعني حتى كنظن، لست متخصص ولكن كنظن ان طائرتين يعني الوقت اللي تمشي حتى الخميسات ويعني وتعبئ المياه وترجع تيكون شي شويه المردوديه ديال الطائره كتكون ناقصه شويه للاسف، لان المياه القريبه اللي ممكن يعني تمكن الطائره انها دير دورات سريعه يعني ديال ملء وافراغ وملء وافراغ، للاسف المياه القريبه غير يعني كما تنقولوا غير سهله المنال، ديفيسيل مون اكسيسيبل كما تنقولوا بالفرنسيه. سي عقاوي كان اشار يعني السد القريب ديال الحنصالي اللي كاين في منطقه زاويه الشيخ، يعني حدود بين اقليم خنيفره واقليم المنال، كان ممكن يكون سد يعني مناسب لمثل هذه العمليه ديال الاطفاء بواسطه طائره الكنادير، لكن للاسف وانا شخصيا شفت هذه العشيه كيبقى سد اللي للاسف نسبه الملء ديالو ضعيفه الى حد ما، الشيء اللي كيجعل ان هناك تلال يعني خارج وسط المياه، لان المنطقه يعني حاويه السد فيها تلال في القاع ديالها، يعني بين هذيك التلال اللي كنظن حسب تقديري الشخصي انها غادي
تجعل عملية التعبئة بالنسبة للطائرة تكون صعبة، لأن الطائرة كيبغي واحد السطح مائي يعني منتظم، ما فيهاش عراقيل حجرية تلال بارزة من قاع الماء، لأن مستوى السد للأسف يعني ضعف جدا للأسف بحكم الجفاف اللي كتعرفوا بلادنا للأسف. وكما كتشوفوا الآن الغابة للأسف باقي مشتعلة، وكنذكر بأن غابة البلوط الأخضر كثيفة يعني عمرها سنوات، والناس المنطقة هنا ربما اللي كيعرفوها مزيان كان الغابة اللي كان فيها حيوانات مفترسة، اللي كان أن أهل المنطقة كيصعب عليهم يدخلوا يعني على للأسف هناك أشجار بلوط الأخضر يعني كبيرة في السن، وأنا أظن في المنطقة الآن اللي في هذا الاندلاع الحرائق يعني العلو ديال الشجرة قد يتفوت يعني يتجاوز بكل سهولة 12 13 15 متر بكل سهولة، وأنا من المنطقة وأعي ما أقول، يعني أشجار كبيرة في العمر كثيفة متداخلة في ربما إلا شفتوا هنا حتى في اللايف كاين كيبين المنحنى ديال يعني شدة كيبان يعني أحرف الجبال متداخلة غير منتظمة وشديدة الانحدار، يعني أبعد منطقة ممكن وصلوها الناس يعني برجليهم أو بوسائل النقل يعني اللي كما نقولوا أضابط المنحدرات هي هذه اللي وصلنا، يستحيل تقدم الأمام للأسف. شكرا. كلمة أخيرة كما قلنا وغادي نعود نقولوا لا يسمعنا إلا الدعوات ونداء الأبناء المنطقة يطلعوا يعاونوا باش تطفى هاد الحريق هذا. فهاد الغابة هادي راه ماشي ديال هاد الناس هنا، بإنما هادي راه ديالنا كاملين، ماشي ديال الداخلية، ماشي ديال رجال المياه والغابات، ماشي إنما ديالنا كاملين. فراه خاصنا نتحدوا باش أننا نطفيوها ونحدوا من السلوكيات المتهورة ديال الناس اللي كيجيو يخيموا ويخلوا الزبل ويخلوا العافية مشعولة. نداء الأبناء المنطقة، طلعوا لمنطقة كروشن، راه محتاجينكم انكم تعاونونا نطفيو هاد النار هادي ونقضوا الساكنه اللي كاينين النساء اللي في حالات اغماء اللي ما غاديش يلقاو من غدا شنو غادي ياكلوا لوليداتهم ولا شنو غادي ياكلوا الاغنام ديالهم. كنا معكم من عين المكان اقليم خنيفرة كروشن، نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر.